عليكم. معكم كريم من مدينة الرباط. هذه الهواية هذه تقريبا عندها شي 4 سنين وانا كان نمارسها. في الحقيقة كيفاش دخلت لهذه الهواية هذه، كنت عصبي وواحد الصديق ديالي نصحني بها، اللي يعني حاولت تصاحب مع البحر. قلت لي كيفاش زعما؟ قال لي بالقصبة. قلت لي واخا تشرح لي شحال؟ قال لي واحد النهار تجي معايا باش تفهم. صافي هذيك واحد الوقيته مشيت انا وياه وعطاني قصبة كانت عنده اخرى، ريحت انا وياه جنب البحر ووراني، هو اللي وراني كيفاش ندير الطعم، كيفاش نصاوبو في الصنارة وكيفاش ندير. وهذا في الحقيقة من شديت القصبة في أول مرة تعصبت شوية. علاش؟ تنقولوا أنا من الصباح وأنا شادة ما كاين لا حوت لا والو، يعني سميتو واحد شوية سبحان الله. كي قال لي صبر ربي راه ما يخيبكش، فعلا داك الشيء اللي كان قال لي هو اللي طرا. جاب الله تيسير في داك هذيك كي كيقول لها درينا أول حوتة غادي تشدها، كان واحد الإحساس ما نقدرش نوصفه لك، واحد البليزير زويون كتشوف اول مره حوشه حيه شديتيها معاك، واحد الاحساس زويون. الصراحه من ديك اللحظه بحال اللي قلتي تبليت، لقيت فيها الراحه النفسيه ديالي وفعلا ما بقيتش كنتعصب، وليت كنصبر، ما كاينش كان عندي الصبر كاع نهائيا بسبب ديك الهوايه. الحمد لله وليت كنصبر على شحال من حاجه. بالنسبه للحوت اللي كنشد، كاين نوع ديال الشرغو هو اللي متواجد بزايد، عاوتاني كاين البوري، هذا الحوت هذا حتى هو كاين بكثره في السواحل ديال بحر الرباط، تماره صخيرات هذو كاين موجود، كاينه زريقه، كاين الدرعي، هذو هذا النوع حتى هو شديتو، شديتو بالطعم الاصطناعي، وكاين عاوتاني شديتو بالطعم الحي. كنشد بعض المرات هذيك السمكة ديال البوري كنديرها في الصنار وكنطلقها، حيت هو اطاك، هو الدرعي واحد النوع ديال الحوت اللي شي اطاكي اللي شي حاجه حيه، ما كيبغيش طعم يكون بحال هكا داير ميات ولا شي معنيناش. بالنسبه للشباب كنصحهم يحاولوا ما امكن تصاحبوا مع القصبة، حيت فعلا فيها واحد الراحة النفسانية زوينة وكتبعدك على شحال من بلية. وهذه نصيحتي للشباب كاملين، بلاص ما يبقى معمر راسو بالخوا الخاوي والبلية اللي كدر صحتو والمسائل الاخرى، اللهم يتبلى بشي حاجة اللي هي نقية. هذه انا بعدا هذه نصيحتي للشباب كاملين. ما تنساوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.